خلطة جنون وفرح وبهجة وإصرار. من أول لحظة اتقال عليه مختلف، اتقال عليه موضة وحتروح لحالها، لكن هو مستمر ومتجدد وقادر وبيسيب علامات. محمود العسيلي على المسرح. لو حياتك مسرحية، مين أبطال الفصل الأول؟ أبويا وأمي أكيد هم أبطال الفصل الأول، والأب أقام دوره على أكمل وجه، والأم قامت بدورها على أكمل وجه. الأب إداني إزاي أبقى راجل، الأب إداني الحاجات اللي الأب بيعلمها، تعامل مع الناس إزاي، علمك حب المزيكا، علمني حب المزيكا. وما كانش حابب إنك؟ لا، هما كده، هما الاثنين ما كانوش حابين او ما كانوش متخيلين ان ده ممكن يحصل. كانوا متخيلينه حلم وخلاص. كانوا متخيلوا حلم وخلاص، وكانوا زي اي اثنين شايفين ابنهم عنده موهبه وبينموها، زي ما كان بيلعب رياضه، زي ما كان بيحفظ قران، زي ما كان بيتعلم الرسم. ما تخيلوش ان الموهبه دي بالذات هتشطح هذا، هتاخد الدايركشن ده. وأبوي علمني السفر، علمني الفسح، علمني ازاي احب الحياة. وأمي في دورها قامت بالإيمان بموهبتي أو بمواهبي، وكانت دايماً حريصة إن هي تخلي الموهبة دي تكبر لغاية لما جت على دماغها. بس هي في الآخر، بس هي خلي بالك، هي برضو اللي فضلت، هي فضلت برضو تنمي الموهبة دي، وفضلت تشجعها بشكل كبير جداً جداً جداً. وست الستات؟ لا، جدتي بالعكس، جدتي كانت دايما هي برضو بتحس ان، بتقولي ان، او بيت جدتي عامه هو ليه الدور الكبير في حياتي. بيت جدتي علمني الانتماء، علمني ان ليه اصل ما اقدرش ابعد عنه، ودي حاجه مهمه جدا جدا في حياه الانسان. الانسان من غير اصل، من غير جذر، من غير جذر، من غير جذر يتوه. صحيح. وجدتي كانت بتحب المزيكا قوي برضو، مامت امي، عشان كده بقولك. وكانت دايما، عشان انا كنت بكتب في اول حياتي، كنت انا بكتب الكلام اللي انا بغنيه. وكانت دايما تقول لي انت مول، انت ملهم، انت مزيكتك جايه من حته تانية. فالحمد لله الفصل الاول في حياتي كان كله سبورت، وكله حنان، وكله حب، وكان ليه دور أساسي جداً في تكوين شخصيتي اللي أنا عليها لغاية دلوقتي. لو ينفع يبقى مسرحية، تبقى حياة عسيلي مسرحية، تسميها إيه؟ تختار لها اسم إيه؟ بص، يا مبدئياً حياتي ما ينفعش تبقى مسرحية واحدة، لأن أنا حياتي كان فيها مسرحيات كتير. بس لو هي مسرحية واحدة هقول إن هي كده كده بايظة. ياه، كده كده بايظة؟ لأنه كده كده بايظة، لأنه كده كده بايظة، مش إن هي بالمعنى، مش بالمعنى السلبي، بالعكس، بالمعنى الإيجابي اللي هو ولا يهمك. هي كده كده بايظة، انبسط، عيش. مش مستاهلة يعني؟ مش مستاهلة. انبسط، عيش، اكتشف، جرب، سافر، اتفسح، اعمل مزيكا، انجح، افشل، هي كده كده بايظة. وانت طفل عنده 12 سنة وبيرفض يغني مع أنوشكا عشان بيقول أنا مش هغني إلا الأغاني بتاعتي، دي حقيقة، فدي نقطة تحول مبكرة جدا. والله ما مش قادر أسميها نقطة تحول، هي فكرة أنه الإنسان نقطة بيبقى بداية، بيبقى معتز بـ 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 معتز باللي هو بيعمله. وده جزء كبير من الفصل الأول فعلا، أنه اتعلمت أن أنا بقى دايما معتز بالحاجة اللي أنا بعملها. ومهما كانت بسيطة هي حاجتي وعندي اعتزاز بيها. اعتزازك بحاجتك بالشكل ده وانت طفل عنده 12 سنة وقدام أنوشكا نجمة كمان طبعاً، تحديدا وقتها طبعاً، شيء غريب جدا. ايوه، لانه انا عايز اعمل، انا عايز اطلع المسرح اغني الاغاني اللي اصحابي بيحبوها، وانا كنت بغني لهم. فانا عايز اغني لهم الاغاني اللي هم بيحبوها بيسمعوها في المدرسة. انا عايز اطلع قدام الناس اغني الحاجة اللي انا مقتنع بيها واللي انا بحب اعملها. نقطة التحول التانية كانت إيه؟ نقطة التحول التانية إن هو فعلاً إن أنا وأنا في عز الجامعة يعني سلكت طريق الفن، وإنه أغنيتي أول أغنية نزلت واكتشفت إن هي بقت سوبر هيت. مجنونة. مجنونة أكيد. نقطة التحول غريبة جداً،
نقطة تحول إن أنا الناس بقت تعرفني. وأنا راكب تاكسي رايح الجامعة. أطلع وأنا راكب تاكسي فمثلا مدرسة بنات خارجة فبيصرخوا أنا مش فاهم بيصرخوا على إيه. اكتشفت إن هم يعرفوني. فأنا مش فاهم. وابتدت نقطة التحول تبقى خلاص خدت إن أنا كنت أنا راجل في الجامعة الأمريكية وناوي إن أنا أشتغل في مجال الإعلان وكنت شاطر جدا على فكرة. وفجأة كل حاجة في حياتي اتغيرت إن أنا بقيت إنسان مشهور وإن ده بقى الكارير اللي أنا هاخده. وابتديت أخد على أساسه ريسكس كبيرة جدا في حياتي إنه خلاص انتهى إنه أنا خلاص بقيت في المجال ده. اخترت الطريق ده. هكمل جامعتي طبعا وكل حاجة بس خلاص تو ليت مش هينفع يعني. وساعتها ما كنتش بفكر كده بس هي التحول المنطقي إن أنت خلاص. مجنونة كانت كلماتها ليها علاقة بفلسفتك في الحياة؟ دي حقيقة وقتها تحديداً ولا لحد دلوقتي؟ لحد دلوقتي ومجنونة امتداد لحاجات كتير لأنه الدنيا مجنونة والحب لازم صح؟ لازم والإنسان من غير الحب ما يقدرش يعيش. واعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً. التمثيل حلم ما اكتملش ولا ما طلعش شبهك؟ هقول لك لا هو عمره ما كان حلم ما هو كانت تجربة والتجربة دي أنا حاسس إن أنا ما استفدتش بيها بالشكل المطلوب وكان في مفترق طرق في حياتي إن أنا يا إما هركز في الحاجتين لأنه بعد الفيلم نجح جدا وجالي عروض كتير جدا في التمثيل وكل زملائي اللي في الفيلم عملوا اللي أنا ما عملتوش وكانوا هم مغنيين وممثلين خلي بالك هم اختاروا ان هم ياخدوا السكتين وانا كنت ساعتها ابتديت انور قوي 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 في موضوع الغناء وابتديت فعلا احلامي اشوفها بتتحقق فكان قرار حتى ما فكرتش فيه لحظه لا انا هركز في اللي انا بعرف اعمله لان دي الحاجه اللي انا بعرف اعملها بجد الحاجه التانية على قد ما هي لطيفه وعلى قد ما هي لذيذه ممكن يبقى ليها وقتها في وقت تاني وانا والموضوع في دماغي على فكره بس ما ينفعش ان انا اقارن حاجه انا بجد ابرع فيها واعرف اعملها من from A to Z لغايه حاجه انا ماليش ايد فيها قوي والفيلم ده علمني كده ان انا ماليش ايد في اللي بيحصل فما كانش حلم لا يعني هو كانت تجربه وما عنديش مانع على فكره ان هي تتكرر تاني بس بالشكل اللي يناسب عسيلي دلوقتي. بتضطر تلبس أقنعة أحياناً عشان تمشي أمورك أو عشان تعدي حاجات معينة في الحياة؟ ده أكيد ومع الوقت اتعلمت إن أنا لازم ألبسها يعني اتعلمت إنه للأسف ما ينفعش تبقى بتظهر بوشك الحقيقي وبالذات مع الزمن اللي احنا فيه ده للأسف الشديد يعني. إيه أكتر قناعة بتستخدمها؟ الدبلوماسية قناعة الدبلوماسية وقناعة إن أنت ما تعبرش عن اللي أنت عايز تقوله بجد. ايه أكتر حاجة بتشوف إنه مش صح التعبير عنها ومفروض نخبيها ونمسكها على قد ما نقدر؟ آرائك نظرتك للحياة انتقادك للآخرين ساعات كنت بنسى إن أنا كل كلمة بتبقى محسوبة وتعلمت إن في الدنيا دي في سلوكك الأعمال وبالنيات لكن في أقوالك محدش بيقيس نيتك ولا عارف نيتك فيها ايه ولا عارف انت بتفكر في ايه فتعلمت ان انا لازم البس قناع الدبلوماسية الشديدة جدا ما بتتخنقش منه؟ لا لانه في نفس الوقت ما بكدبش على نفسي بس بفكر كويس قوي انا هقول ايه وهكتب ايه لان يعني كنت مثلا بحب قوي اكتب على تويتر مثلا بطلت خلاص وقفنا لقيت ايه اللي جاي منه؟ لقيت اللي جاي منه يعني انت المشكلة ان احنا عايشين في زمن الكلمة بتحاسب بشكل غريب جدا وممكن حاجة انت بتقولها تتقلب ضدك بشكل غريب جدا فقلت بلاش اقفل الباب ده خالص اي فكر بتبقى انت عايز فيه تنور فكرة معينة عايز تحارب تعصب معين عايز تحارب زي ما يقول جهل معين بشيء ممكن ينقلب ضدك وانت مالكش دعوة يا عم خليني في حالي. حسيت في وقت ان لا كلامك ولا رأيك بيأثر ولا حيأثر ولا حيوصل للتأثير اللي انت عايزه هيجيب لك وجع دماغه وخلاص؟ قررت انه يبقى رأيي اقوله من خلال الفني
أغانيك. أغانية فقط لغير. إمتى آخر مرة كان عندك رأي عايز تقوله ومسكته؟ خلينا نلبس القناع أحسن. مش هسألك. مش هسألك. لا نلبس القناع أحسن. لا نلبس القناع أحسن هنا. مش هسألك عن الرأي، بسألك آخر مرة. كل يوم يبقى عندي رأي عايز أقوله وما بقولوش. بتلبس لنفسك قناع الدبلوماسية؟ طبعا، عشان نقدر نعيش على فكرة. ورأيك هيعمل إيه غير إن هيجيب لك وجع القلب ووجع الدماغ؟ من البدايات للصراعات مع محمود العسيلي. كل بطل في حدوته بيواجه صراعات. صراعات مع الأقدار، صراعات مع محيطه، صراعات مع نفسه. أكبر صراعات واجهها عسيلي في حدوته كانت مع مين من دول؟ أكبر صراعات على المستوى الشخصي إن أنت تلاقي السعادة الحقيقية، وده كان صراع وما زال الصراع مستمر. وفي الحياة المهنية إن أنت إزاي دايماً تفضل محافظ على نفسك، وإن أنت ما تخسرش السبب اللي دخلك أصلاً المجال ده، إن أنت تعمل حاجة فعلاً أنت بتحبها وتبقى راضي تماماً عن كل حاجة أنت بتقدمها. وفي نفس الوقت صراع النجاح، إزاي هتفضل ناجح وإزاي هتفضل متجدد وإزاي تقعد دايماً تفكر هتعمل إيه هتقدم إيه. فدي صراع، ده صراع مهم جداً جداً جداً، ما تخسرش نفسك. بيبقى صعب إنك تعمل حاجات شبهك جداً وتفضل ناجح؟ أيوة طبعاً صعب جداً. الفكرة إن أنت إزاي تقدر إن أنت ما تبقاش متجمد، لازم تفضل متجدد وتتعلم من أخطائك، ولازم تبقى عارف الحاجة اللي أنت بتعملها ما بتنجحش ليه عشان تعرف إن أنت تكمل. ما ينفعش يبقى حواليك مطبلاتية، الله يا نجم، الله يا فنان، أنت جامد قوي، كسرت الدنيا. لا، لازم تبقى أنت عارف أنت بتعمل إيه، ولازم تبقى متصالح مع نفسك 100%. فأنت من الحاجات اللي بتعملها بتختار الناس اللي حواليك كويس قوي؟ والله هم يعني يعني هم الناس حواليا ما بيتغيروش. أو بتختار تسمع لمين كويس؟ طبعاً قوي. وبسمع على طول، وببقى ودايماً ودني مفتوحة، وعناية ودني مفتوحين على الآخر. عندك صراع مع العصبية، مع الاندفاع؟ لا، مش جزء من شخصيتك بتحاول؟ لا 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 خالص، لا أنا مش من نوع المندفع، لا بالعكس خالص. كل مواقف العصبية اللي اتحسبت عليك دي مش اندفاع؟ على فكرة مواقف العصبية دي هي ما كانتش عصبية، وهي بجد اتفهمت غلط. خلي بالك الحاجات كانت اتخذت مش في مكانها الحقيقي. بالعكس، هو الموضوع كان كله بيست من اللي أنا اتعلمته، إن الأقوال مش بالنيات، ما حدش عارف نيتك. الناس بتشوف زي ما بيقولوا على المسرح. عسيلي انت عملت حاجات برضه، ما بشوفش الكواليس. عملت ايه؟ طب ما تحكي لي عملت ايه. لا يعني مثلا، يعني مثلا في العصبيه مثلا الموقفين بتوع حفلتك معروفين والناس كلها اتكلمت عنهم، فده عصبيه، رد فعل عصبي. بالعكس، او حد تنس دلوقتي. بالعكس خالص، يعني عندك لحظات بتطلع منك. لا 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 خالص بالعكس. انا الموقف ده ما كانش، يعني هو لو موقف لو حقيقي والناس شايفه الموقف كله، هو مش موقف عصبيه. بالعكس، هو موقف ان انا بقول لواحد من المنظمين اللي هم المفروض ان هم يحفظوا النظام، ان هم بيحفظوا النظام، وبتكلم على ان الناس دي من حقها كلها ان انت تعمل اللي انت بتعمله دلوقتي ده. فراحت واخده، اتاخدت في حته مغرضه، واتاخدت وكبرت جدا جدا جدا، واتاخدت اوت اوف كونتكست. اتعملت مغرضه؟ 100%. 100%. طب والاندفاع؟ انت مره غيرت على مصر فرديت على فنانة رد متنمر، تنمري. على فكرة ساعتها ما كانش فيه التنمر والحاجات دي يعني. وبعدين غير على مصر، غير على، لو مش غير على مصر غير على مين؟ وبالعكس أنا رديت رد إن هو أنا بالنسبة لي واعتذرت. بس أنا بتكلم عن تركيبة شخصية عسيلي. أنا متهيألي إن أنا ما اعتذرتش كمان بجد؟ اعتذرت، قلت إنه يعني صلحتها بطريقة ما، قلت إنه أنت قبل ما أنا شخصياً كده، قبل ما تبقى أنا ووالدتي كده يعني. بالظبط. أنا مش بتكلم على الفكرة، أنا بتكلم إن أنت حد بيهين البلد. يعني فأنا بالنسبة لي ده مش اندفاع، بالعكس دي حاجة أنا بفكر عارف أنا قلتها كويس قوي ليه، وعارف أنا قلتها ليه، وما عنديش أي ندم عليها خالص بالعكس.
وانا اقرع وقصير يعني فايه المشكله. ساعتها برضو ساعتها قلت كده برضو قلت حاجه كده ايوه يعني قلت حاجه شبه دي خالص. لا بالعكس انا مش من النوع اللي هو بندافع مش عارف انا بقول عمري ما ببقى مش عارف انا بقول ايه. انا مش بني ادم غلط مش شخصيتي مش اللي هتعصب اقول اي كلام لا بالعكس خالص خالص مش اللي ممكن تفلت منك في لحظه عصبيه. نيفر. لا 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 نيفر. وحتى لما حتى بتعصب انا ما بحبش اجرح حد. قلت ان وانت بتغني في حفله بتقرا شفايف الناس دي حقيقه حقيقي. وفي الافراح في الافراح بالذات لان الافراح بيبقى الناس قريبين مني بيبقوا وبيبقوا اقل من اللي في الحفله ايوه فبقرا الشفايف. ازاي بتعمل كده وازاي بتركز في الغنى وانت بتقرا شفايف الناس؟ عادي. لا بس ما اكيد مش هقرا شفايف في كل الناس بس يعني بيبقى في وسط في وسط البرفورمانس ممكن اقرا الشفايف. اوكي. وبعرف وبفهم شويه في الـ في الـ في, الـ في البادي لانجوج فببقى بتبقى لذيذه يعني بتبقى فن. عن صراعاتك في شغلك. أيوة. او في محيط شغلك مثلا. أيوة. ازاي حد يعني انت عسيلي بدات بلون جديد. أيوة. بلون مختلف. مزبوط. هو لونك لوحدك. مزبوط. وزي ما كنا بنقول انت اول حاجه عملتها اغنيه مجنونه كان بالنسبه للناس وقتها مطرب طالع بستايل جديد بشكل جديد باغنيه جديده كل حاجه مترقعه. مظبوط. تمام. ازاي انت النهارده ممكن مثلا تقول على لون من الاغاني ما هو ده لون مش حلو او ده لون هيبقى موضه قديمه او ده لون موضه وهتروح او على فكره انت مثلا قلت كده على المهرجانات والراب. لا ما قلتش كده على الراب بالعكس. المهرجانات والراب بجد؟ اه. لا انا ما قلتش ان دي حاجه يعني لا خلي بالك ان انا قلت ايه. انا بتكلم على انه في الوان معينه من من الفن لو الانسان اللي هو بيعملها ما اتجددش هتروح. ده كل انواع الفن. كل انواع الفن. واتكلمت على انه بدليل انه المهرجانات بشكل او باخر حصل ان هي ما بقتش زي الاول. فانا ما عنديش. وعلى فكره انا الحاجات الحلوه من المهرجانات انا بحبها جدا. وفي ناس زعلت مني ولا وانت مش عارف ايه وهجموني انا. زعلوا وردوا. زعلوا وردوا. انا بالنسبه لي ضحكت وصعب عليهم جدا. في واحد انا قلت ان هو رقم واحد على كل المنصات بس انا فعلا ما اعرفش هو بيغني ايه. وعلى فكره انا ابني بيحبه جدا وحافظ كل اغانيه. ده بجد. بس انا فعلا عمري ما سمعته. مش تقليلا ليه. بالعكس يعني ولو انا تقليلا ليه هقول ان هو نمره واحد على كل المنصات. ده بجد هو رقم واحد على كل المنصات. والجيل الصغير كله 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 بمختلف الطبقات بيسمعوا وبيسمعوا الناس اللي شبهه وما يعرفوش اغانينا احنا. انا بتكلم على اللون. لو اللون مش حقيقي. لو اللون مبني على الفرقعه. الفرقعه بتبقى زي ما بيقولوا تبقى لحظيه وترند وبيختفي. انت شايف المهرجانات جزء كبير منها فرقعه؟ ده بالعكس. المهرجانات عامه ده لون جديد ولون مصري اصيل خلي بالك. ايوه. وحاجه ده اللي بقصده. لون مصري اصيل وحاجه بتاعتنا قوي وبتاعت الشارع قوي. قوي. ده اللي بقصده. الفكره ايه؟ ان انت لو فضلت تكرر نفس اللي انت بتقوله كل مره خلاص بنفس الطريقه بنفس يلا الشكل. دور على افكار مختلفه. اعمل على اعمل حاجات جديده عشان تقدر ان انت تحافظ على فنك ده انه يبقى فن. وخلي بالك انا قلت في الراب كمان قلت اللي لازم اللي هيعرف يكمل هو اللي هيكمل ان هو يفضل يبقى مختلف. والمهرجانات نفس القصه والفن كله نفس القصه. الحاجه اللي هتفرقع شويه الحاجه اللي هي مش جايه من جواك. فانت ممكن انت تبقى في اول مشوارك كنت بتعمل حاجات طالعه من جواك وبعد كده ابتديت ان انت تتاثر بالمحيط اللي حواليك فانت بقيت تعمل حاجات كلها شبه بعض. ما كنتش قاصد صراع واتجريت له بشكل غير مقصود خالص خالص. بالعكس انا بتكلم منتهى حسن النيه. طب ليه لما ردوا بالشكل ده ما ردتهمش؟ انا براضيهم هو دلوقتي. ماشي. يعني انا براضيهم دلوقتي. يعني انا مثلا براضيهم جدا بالعكس. يعني هم الناس اللي هو رقم واحد على كل المنصات. انت رقم واحد على كل المنصات. انت ناجح جدا 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 عصام صاصا وراجل جميل وراجل لطيف جدا وراجل محترم. هو صعب عليه جدا. انا والله مش قصدي حاجه فعلا. بالعكس انا بقول له انا ابني بجد بجد بيحبك جدا وبيسمعك هو وكل اصحابه بجد. وانت فعلا رقم واحد. دي حاجه ما ننكرهاش. ما فيش اي تقليل احترام. وبالنسبه للناس الثانيه حمو وشاكوش مثلا يعني بالعكس انا يعني انا حسن بحبه جدا ومؤمن جدا بموهبته وعارف ان هو جامد جدا. وبالعكس انا بقول له ده انا يعني قابلته قلت له عايزك بقى يلا تركز واعمل حاجات مختلفه وكسر الدنيا. فانا قصدي ان هو بالعكس لما يقول ان احنا هنكسر الدنيا وهنوريك يا ريت. بالعكس انا مش بهاجم حد ولا يعني القصه لما الامور بتتشخصن بتبقى مش حلوه. ايوه طبعا. بالعكس
أنا بالنسبة لي كان تصريح غريب جدا، غريب على شخصية عسيلي. بالعكس أنا ما قلتش حاجة والله، يعني غريب على حد أصلا لونه جديد وفريش وعنده لون بتاعه لوحده. بالعكس أنا لا أحجر على أي نوع من الفن، وكنت حتى يعني أنا أقبل ده من مطرب. وخلي بالك أنا كنت من أكثر المنتقدين لمنع المهرجانات والقصة دي، ده غلط جدا 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 إن أنت ما ينفعش تمنع فن. أنا ضد التجمد في الفكر، بالعكس ده أنا قلبي عليهم، يعني أنا بالعكس أنا عايز الدنيا، عايزك تبقى أقوى وعايزك تبقى أنجح وعايزك تبقى أجمد. ما بتحاولش يا عسيلي تفسر الظاهرة إن مثلا المهرجانات توصل للأرقام دي بتبقى رقم واحد رغم وجود مثلا ناس تانية كتير مهمة ونجوم؟ طبعا كبار. طبعا بركز. بتشوفها إزاي؟ بشوفها إن هي انعكاس للذوق العام، وانعكاس للناس عايزة تسمع إيه، وانعكاس لأن ممكن تكون الناس زهقت من المعتاد، والمجتمع بيتغير بشكل كبير جدا، وفي ناس أجيال صغيرة بتطلع وبتسمع حاجات مختلفة. ما تقدرش أن أنت تفضل في نفس السكة دي. الراعي الرسمي للفرحة وفرحتك عادة ما بتكملش، مع أنك دايما عايز تعيش بحب، إيه اللي بيحصل؟ جيت على الجرح. حسيت ما أقدرش أعيش مش مبسوط، دي حقيقة. ودايما زي ما بقولك، ما هو الصراع البحث عن السعادة. البحث عن السعادة بيتطلب شجاعة، وأنا في الموضوع ده شجاع، بعرف إمتى أخد قرار إن أنا أدور على سعادتي الحقيقية، حتى لو ما لقيتهاش هفضل أدور عليها، ومؤمن بيها ومؤمن بالمبدأ ده في الحياة. سعادة بالنسبة لك في الحب؟ طبعا، في الحب، في الشراكة، في ان انت تقسم حياتك مع انسانة تبقى متوافقة معاك، وتبقى انتوا الاثنين بتوصلوا بعض للأحسن، مش بتأثروا على بعض بشكل سلبي. وده للأسف عشان كده الفرحة ما بتكملش. عادة الحب عندك بيبدأ قوي قوي وبيبدأ حقيقي وبيبدأ عميق وبيبقى مليان حياة كده، في حيوية متشاف محسوس واضح باين، بعدين فجأة بيحصل حاجة أيا كانت، إيه اللي بيبقى حصل معاك أنت بيخليك خلاص مش مبسوط؟ يعني أنا بشوفها شجاعة إن أنا أول ما بقى مش مبسوط أمشي. دي حقيقة، مش كل الناس قادرة تعمل ده. لا، وخلي بالك مش أول ما بقى مش مبسوط. لا، أنت لو أنت حسيت أن أنت مش مبسوط هتفضل بتحاول أن أنت تشتغل أن أنت تبقى مبسوط، وبتفضل تحاول أن أنت تبقى مبسوط. لما بفقد الأمل ما أقدرش أن أنا أعيش في تمثيلية، ما أقدرش أن أنا أفضل عايش على المسرح. لا، لازم لما تعرف أنه الموضوع ما بقاش فيه أمل، لازم يبقى عندك الشجاعة أن أنت تمشي، والخلي اللي قدامك كمان ما تسجنوش. صحيح، وتخليه وما تخدعوش. وما تخدعوش، وتخليه هو يدور على سعادته وانت تدور على سعادتك، لأن أنت لو عشت في التمثيلية دي هتموت. هو البحث عن الحب في زماننا شجاعة، المحافظة عليه كمان شجاعة، وإن أنت تحافظ عليه وتاخد بيه خطوة وتعيش بيه شجاعة تانية. مظبوط. وإن أنت وقت ما تفقده وما تقدرش تنقذه تسيبه وتمشي، دي شجاعة، ودي أكبر شجاعة على فكرة، دي أكبر شجاعة، لأن الـ 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 الفراق صعب طبعا، وإن أنت تمشي دي حاجة صعبة جدا 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 طبعا. الشجاعة كبيرة جدا 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 من الطرفين، بس فهي دي الفكرة. بتقدر تعرف الفرق يا عسيلي بين الحب والتعود؟ جدا. يعني بتقدر تعرف انا دلوقتي متالم عشان انا متعود، دي مش حقيقة. عشان انا بحب. مظبوط. لا، بعرف الفرق ده كويس جدا جدا جدا. وردا على سؤالك، ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ليه الحب بيبتدي قوي وبعد كده بيفيد او بيختفي؟ الناس للاسف بتتغير مع الظروف ومع الوقت. فالتغير ده لو ما بقاش للأحسن الدنيا بتبوظ خالص. بالعكس، أنت ممكن تتغير للأحسن وتبني، تفضل تبني وتعلى وتعلى وتعلى. وفي تغير بيبقى من الطرفين، كل واحد بيروح في سكة،
ما بنتغيرش مع بعض للأحسن. بالظبط، بنتغير بعيد عن بعض. ولما بنتغير بعيد عن بعض خلاص انتهى. خلصت. للأسف يعني. بتحسش بلحظة شك في نفسك كده أو لحظة يأس لما بتحس إنها تكررت؟ بيجيلي يأس؟ لا ما بيجيليش يأس خالص. بيجيلي شك في نفسي طبعا، بيجيلي شك في نفسي. الله، طب ما أكيد يبقى أنا في حاجة غلط فيا. أنا بعمل إيه غلط؟ وبحاول أدور أنا بعمل إيه غلط. اللي أنا اكتشفته إن بعمل إيه غلط إن أنا بدي بزيادة. وللأسف هفضل أدي بزيادة لغاية لما ألاقي الإنسانة اللي هي تبقى فاهمة إن أنا بدي بزيادة، ما تبقاش فاهمة الموضوع إنه حاجة بتختفي أو حاجة بتبقى عادية. أوحش حاجة الاعتياد. اعتياد المعاملة الحلوة، اعتياد إن اللي قدامك ده بياخد باله منك. أوحش حاجة إن الإنسان يشوف إن الحاجة الحلوة بقت حاجة عادية. طب دي مش طبيعة بشر؟ لا يعني أنا لو كل يوم بصبح عليك بطريقة لطيفة جداً وبديلك وردة، ما هو بعد 3-4 سنين والحدث ده بيتكرر كل يوم هيبقى عادي. هبقى محتاجة أعمل حاجة أكبر شوية. هقولك عند إيه؟ عند 99% من الناس ممكن. عند الست الحساسة اللي بتدور عليها لأ؟ غالباً هبقى بدور على 1%. وخلي بالك طبيعة البشر عامة إنه بياخدوا الموضوع عادي خلاص. بالعكس، انت لو حد بيعمل لك حاجة حلوة كل يوم هتشكر ربنا عليها كل يوم وهتقدرها كل يوم. انا دي شخصيتي، ممكن ابقى حالم زيادة عن اللزوم. 99% من البشر احنا بنقلة في النعم. بالظبط، بنقلة في النعم. انا الحمد لله رب العالمين انا عمري ما بقلف في النعمة. بتدور على حد زيك ما بيقلفش النعم؟ بالظبط. سميتها ست حساسة جدا أو إنسانة حساسة؟ لا، ما هو كل الناس حساسين، وكان كل البني آدمين حساسين. هي الفكرة بتاعت إزاي بتدور. أنت قلت كده. أنا قلت إيه؟ يعني يمكن اللي أنت بتدور عليه موجود في إنسانة حساسة قوي. ممكن جدا. قلت كده. ممكن يعني ممكن فعلا تبقى عاملة زيك. بتشوف الحلو كل يوم وتقول الله ده حلو قوي. مش بتشوف الحاجة الحلوة قوي إن هي بقت حاجة عادية. أنا بحب أقدر النعمة، وأحب إن أنا أشوفها حلوة كل يوم، وأحب إن أنا كمان أكبرها، وأحب إن هي تبقى ممتدة وتوصل لمعاني أسمى ومعاني أرقى، وإن إحنا نكبر مع بعض ونعجز وننجح في علاقتنا وفي حياتنا. لما بتشك في نفسك ايه اللي بتشك فيه في الحتة دي؟ هل انا صعب للدرجة دي مثلا؟ او اللي بتدور عليه صعب للدرجة دي؟ اللي بدور عليه صعب للدرجة دي؟ هل هو مستحيل؟ لا، مفيش حاجة مستحيلة. بالظبط كده. خصوصا لو انت عايزها ومصر عليها ومش بتتنازل عنها. ولن افقد الامل. شجاعة 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 طبعا. وبشكر كل حد قابلته في حياتي اللي علمني درس واللي علمني حاجة. هم ممكن يبقى كمان بالنسبة لهم اللي انا عايزه ده صعب جدا او اللي انا عايزه ده مستحيل او شايفين ان انا فيها حاجات تانية كتير هم ما يقدروش يعيشوا بيها. فهي دي الفكره. بس هو مش اللي قبل حاجه من الاول بيقبلها للاخر مفروض؟ والله لو ما كانش كده ما كانش هيبقى فيه كل الناس اللي بتسيب بعض دي، مش كده ولا ايه؟ في حقيقي ارتباطات في حياتك كانوا بيسعوا لتغييرك؟ ديفينتلي، ده على طول، ده على طول. يعني طبعا في علاقات كتير جدا في حياتي عايز يحطني في شكل معين انا مش هقدر اتحط فيه. عايز يشوفني بشكل معين، عايز يفرض عليا شخصيه هي مش دوري. فمش بقدر، صعب جدا. انا حر طليق جدا للاسف الشديد. طبيعتك؟ طبيعتي. من الصراعات للمورال مع محمود العسيلي.
حاسس ان مشروعك الفني اكتمل ولا حاسس بس بالرضا لحد هنا؟ لا لا ازاي اكتمل؟ لا ما اكتملش ولا حاسس بالرضا ولا بالرضا؟ لا طبعا لا انا حاسس ان لسه ببتدي. ده الاحساس بتبتدي؟ عندي ده احساسي ان انا لسه ببتدي. ان انت ما تحسش انه اكتمل ده مفهوم، حاسس انه لسه بتبتدي مش حاسس بالرضا لحد هنا؟ لا 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 خالص. ناقصك ايه عشان تحس بده؟ لا مش بالاكتمال، بالرضا. لا انا لا خلي بالك الرضا عن مشواري الفني عشان بقى الحمد لله. لا لا بقول مشروعك. مشروعي الفني مشروعي الفني لا انا لسه مش حاسس بالرضا تماما، حاسس ان لسه قدامي كتير قوي اقدمه، حاسس ان انا لسه جوايا مخزون وطاقه وافكار يعني لسه بدري قوي لسه انا فعلا حاسس ان لسه ببتدي. طب ايه اللي لو حصل هتحس انك بدات ترضى؟ الوصول العالميه مثلا. لو وصلنا العالميه باغنيه مصريه كده هبتدي فعلا ابتدي احس بقى الله كده ابتدينا نعمل حاجه مختلفه، ان انا اطلع مثلا قدام اوركسترا كبيره بنعمل حاجه واطلع على البيانو مثلا. لسه حاجه بقى بفكر فيها ازاي تتعمل. حاجات لسه كتير قوي. هنا هتبتدي تحس بالرضا. اللي هو ابتديت بقى في حاجه معينه كده في بالي. خرجت عن الحدود الطبيعيه او العاديه او المتعارف عليها. بالظبط. خرجت عن العادي. خرجت عن العادي وانا الحمد لله انا دايما بخرج عن العادي ولكن لا عايز اكتر يعني. لسه لا انا حاسس ان بجد بجد انا لسه ببتدي، ومع كل اغنيه بعملها او كل حاجه انا لسه اكنها اول اغنيه. في وقت في حياتي حسيت ان انا الله ده انا جامد قوي. رحت واخد على قفايا بجد على طول. بس هي دي معروفه ان عاده الواحد لما بيحس ان هو فظيع ايوه يعني لو ربنا بيحبه بيتعدل على طول بيعدله على طول. فوق لنفسك. لا يا حبيبي انت لسه ما اتعلمتش حاجه خالص. اتعلمت منها ايه دي؟ اتعلمت منها ان عمري ما ابقى راضي عن مشروعي الفني ابدا. دايما عمرك ما تضمن النجاح وعمرك ان انت تبقى عارف ان انت هتعمل حاجه وهتكسر الدنيا. لا 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 انت بتشتغل وبتتقن عملك وكل حاجه على ربنا. لا كل حاجه على ربنا، كل حاجه في ايد ربنا. مؤمن بالخلود الفني، ان اغانيك هتبقى موجوده تتسمع بعد 100 و200 سنه؟ يا ريت. مؤمن بده ولا طبعاً بتتعامل معاه ان انت مش عارف؟ لا مؤمن بيها جدا، ومؤمن ان في حاجات معينه عملتها في حياتي اعتقد ان هي هتعيش جدا. زي ايه؟ قولهم لي. انا مثلا انت تقدر وابن مصر مثلا، انا دول حاسس ان هما حاجتين هيفضلوا عايشين الى ما لا نهايه. اغنيه زي تبات ونبات مثلا. اغنيه زي حلم بعيد. اغاني كتير بس يعني حاجات معينه وعلامات معينه هتفضل موجوده. لو تختار من الحياه حاجه واحده بس وجودها في حياتك هيخليك سعيد، هتقول انا انسان سعيد؟ السؤال صعب جدا على فكره. حاجه واحده بس. لا هقول لك هم حاجتين يعني. هو حاجتين في تختار بعض. تختار بينهم؟ لا هقول لك هم حاجتين ليهم علاقه ببعض. اوكي. رفيق العمر والذريه الصالحه. ايه الامنيه اللي في حياتك كان نفسك فيها قوي ما حققتهاش وبتحس ان انت لو فكرت فيها او حاولت تحققها هيبقى عدى وقتها، فات الاوان؟ ان انا يبقى عندي عيال كتير قوي. طب دي ليه فات الاوان؟ انت فيها. بس عيال كتير قوي دي صعبه بقى خلاص. الرفيق الاول وبعدين ايوه مثلا دستة العيال. بس دي لا انت فيها. تفتكري؟ طبعا ما فاتش اوانها خالص. انا بقيت راجل عجوز شويه. لا 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 ايه ده يا عسيلي؟ ايه ده؟ شويه صغيرين يعني. لا 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 ما بنقولش الكلام ده. لا ما بنقولش الكلام ده. ما بتقولش كده. لا لا بس يعني ان شاء الله ما بنعجزش احنا. ما فيش الكلام ده. لا دي حاجه اللي يعني احس ان هي ممكن يبقى فات عليها وقت ان هو يبقى في عيال كتير قوي يعني. بس يعني قصدي كان نفسك يبقى عندك اطفال كتير قوي؟ وانا صغير قوي. وانا صغير. وانت كبير بتغني حاجات للاطفال وللجواز اكيد دفنت طول عمري على فكره. لن افقد الفكره، لن افقد الامل في الفكره. مونولوج النهايه حاجه هتقولها للناس من قلبك بدون قناع بدون افتعال بمنتهى الصدق على المسرح. يلا بينا. الإنسان من غير أمل ما يقدرش يعيش. الأمل هو أساس الحياة. الأمل هو أساس السعادة. لو أنت فضلت واقف في مكانك ما بتتحركش،
خايف، خايف من المستقبل، خايف من اللي هيحصل، خايف من غلطات الماضي، ما عندكش أمل إن أنت تقدر تبقى أحسن، ما عندكش أمل إن أنت تنجح، ما عندكش أمل إن أنت تلاقي سعادتك. طب إيه معنى الحياة من غير أمل؟ الأمل هو أساس الحياة، الأمل هو اللي بيحركك، هو اللي بيخليك مش واقف في مكانك، هو اللي بيخليك دايماً بتدور على الحاجة الحلوة، ولما تلاقي الحاجة الحلوة بيبقى عندك أمل إن أنت تحافظ عليها، وبيبقى عندك أمل إن هي تخليها أكبر وأحلى. أنا رأيي إن دايماً يبقى عندنا أمل، أمل في ربنا أول حاجة، وأمل في نفسنا إن إحنا نقدر نشوف النور اللي ربنا بيديه لنا. أقدر لكم يا جماعة إن الإنسان من غير أمل يبقى مش عايش. تصبحوا على خير.